السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ النهاردة إن شاء الله ريفيزيون جنرال، مراجعة عامة على المنهج كله بالكامل. حاول إن أنا أرقم لكم الفيديوهات. مثلا النهاردة الفيديو الأول في المراجعة، الطالب اللي ما ذاكرش من أول الترم أو الطالبة اللي حابة تراجع أو نسيت، ديك مذكرة 14 صفحة بتضم كل قواعد المنهج بتاع الترم الأول يا شباب. مش مترتبة حسب ترتيب الدروس، ولكن بتضم المنهج كله من ناحية الفوكابيلير ومن ناحية الجرامير ومن ناحيه الكونجوجيت التصريف، يعني من ناحيه المنهج بالكامل. عاملها مدرس كويس جدا، مذكره ممتازه جدا. هرفعها لكم على الجروب بي دي اف، وهبدا اشرح لكم هنا بالتفصيل، وهرقم لكم الفيديو الاول الثاني الثالث لحد ما اخلص ان شاء الله. المذكره دي ممتازه جدا، حاولوا تستفادوا منها وتتابعوا الفيديوهات يا شباب. اول جزء معنا في المنهج لما بدانا نتكلم عن لي كوليغ. كوليغ يا شباب يعني الالوان. الالوان في اللغه الفرنسيه مش بنستخدمها زي الانجليش، يعني نوكم اونجلي، هتختلف عن لونجلي. في الانجليش الالوان ثابته، بتفضل نفس الشكل صحيح، بعكس الفرنسيه. الفرنسيه يا شباب اما بستخدم لكوليغ كوم نوم كاسم، بتفضل مفرد مذكر. يعني لو لقيت اللون يا شباب هنا بيقول لي الالوان التي تكون اسماء اذا سبقت باداه معرفه لو او الابوستروف. يعني لو قلت مثلا فيرب ايمي يحب، ادوري يعشق، برفري يفضل، اقول لك جيم لو نوار انا بحب الاسود، فهل انا استخدمت اللون هنا كاسم ولا كصفه؟ استخدمته كاسم، انا بحب الاسود. بعكس لما اقول لك ان بنطلون نوار، بنطلون اسود، يبقى انا وصفت البنطلون بانه هو ايه يا شباب؟ اسود. طيب لو استخدمتها كاسماء تفضل سنجلي ماسكولا مفرد مذكر. طب لو استخدمتها كصفات، يعني كوم ادجكتيف، بوصف بها حاجه ثانيه، بنطلون نوار ستيلو فيغ، اتفقنا؟ فهنا استخدمتها كوم ادجكتيف كصفه. في الحالة دي يا شباب هيجي منها سنجلي ويجي بلوريال، يجي سنجلي ماسكولا ويجي منها بلوريال فيمينا، يعني يجي منها مفرد مذكر مفرد مؤنث، جمع مذكر جمع مؤنث، على أساس اللي أنا بوصفه. طيب أول حاجة عندي بيقول لي فير، فير يعني أخضر. لما أنا أحب أنس يا شباب بزود له حرف إيه؟ حرف الأ، فير أزود لها يبقى فيرت خضراء، طبعا الجمع كله بضيف إس. بلون يا شباب لما أحب أنسها بزود لها أش أ، مش منتظمة بقول بلونش. نوار بحب أنسها بزود لها حرف الأ تبقى نوار. بلو بزود لها حرف الأ، اتفقنا؟ أما بالنسبة روز يا شباب اللون اللي هو الوردة والبامبي، أساسا أخر أ هزود له أ تانية؟ لا. روج أحمر أزود له أ تانية؟ لا يا شباب. جون أصفر أزود لها أ تانية؟ لا. يبقى الألوان الأخيرة أ تفضل زي ما هي. أما بالنسبة لون فير ونوار وبلو وجري بزود لها حرف الأ، فافير تبقى فيرت، انوار بزود لها تبقى انوار زي ما هي، بلو زي ما هي بس بزود لها او. بعد كده شاب عندي لون اورانج ومارون، ركز معايا، بيقول لي الالوان تكون صفات اذا لم تسبق باداه وتؤنس وتجمع ما عدا اورانج ومارون. بالنسبه لون مارون يا شباب يعني بني، اورانج يعني برتقاني. الالوان دي ثابته، ما ينفعش ان انا اانثها ولا اجمعها، يعني تنفع اوصف بيها ماسكولا، ينفع اوصف بيها فيمينا، ينفع اوصف بيها سنجلي مفرد، وينفع اوصف بها بلوريال جمع، اتفقنا؟ او بمعنى ثاني لو كان الاختيار ما بين الالوان ولقيت فيهم ماغون او اورانج اختارها من غير ما تفكر. السبب يا شباب ان هي تنفع للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللجمع. جاب لي امثله يا شباب، يقول لي مثلا لو درابو، لو درابو ايجيبسيان العلم المصري اي بيكون روج بلون انوار، بيكون احمر وبلون ابيض انوار اسود. اما بالنسبه لو درابو فرونسي العلم الفرنسي بيكون روج احمر بلون ابيض بلو ازرق. ده بالنسبه لجزء الالوان يا شباب. الحب ان انت تعرفه تميز الاول، هل انا استخدمت الكوليغ نفسها يا شباب كوم نوم ولا كوم ادجكتيف. الجزء الثاني في الدرس عندي يا شباب نتكلم عن لي نومبغ، الاعداد بدايه عندي من زيرو لحد ما يوصل يا شباب 100 لحد 100، اتفقنا؟ دي الاعداد كلها يا شباب بدايه من زيرو لحد 100. بنبدأ نحفظ من واحد لحد 20 ان اين، وركز انه العدد واحد هو العدد الوحيد اللي يجي منه يا شباب في ميناء. اقول ان للمذكر واين يا شباب للفيمينا المؤنث، دو يعني 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 16 نكمل يا شباب 17 18 19 20 20 يعني 20. بعد كده يا شباب العدد 20 و 30 30 و 40 40 و 50 بضيف من 1 ل 9، يعني بضيف يعني اقول 21، وهنا حطيت ايه؟ 22، وهنا حطيت ما بينهم يا شباب شرطه،
فان تغوا 23، فان كاتغ 24، فان سانك 25 لحد ما وصل فان نف اللي هي 29. بعد كده اقول 30 يا شباب يعني 30، وابدا من 1 ل 9 30 32 33 لحد ما اوصل يا شباب تاني 39. واقول 40 يا شباب يعني 40، وابدا تاني من 1 لكام؟ ل 9. واقول يا شباب 50 يعني 50 وابدا يا شباب اكمل 52 لحد ما اوصل 60. وركز معي جدا على العدد 60 يا شباب يعني 60، وابدا اكمل بدايه من 1 ل 19. تخيل ما فيش عندي عدد 70، لا ده انا ببدا من 1 لحد 17. اقول 60 61، 62 62، 63 63، 68 68، 69 69، ما توقفش كمل 60 يعني 60 و10 70، 60 يونز 71 يعني 60 و11، 62 72 يعني 60 و12، 63 يعني 60 و13 يعني 73، 64 65 66 67 68 لحد ما اوصل يا شباب 80 يعني 80. ونفس القصه ما فيش عندي عدد 90، انا بكمل يا شباب بدايه من ان ل 19. 81 81 82 82 83 83 85 85 88 89 90. مش ما عنديش عدد اسمه 90، لا ده انا بقول 80 يعني 80 وبزود 10 10 يعني 80 و10 90. 91 91 يعني 80 اللي هي 80 و11 اللي هي شباب 11. 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 98 99 يعني 99. واقول العدد اللي هو يا شباب 100. في بعض الملاحظات ركزوا معايا يا شباب، مذكرة ممتازة جدا حاول يا شباب تركزوا فيها، هي مش بالترتيب ولكن ضم معايا كل قواعد المنهج. بيقول لي ملاحظات يا شباب، ريمارك على لنمق الأعداد، كل الأعداد مذكرة ما عدا العدد أن. أن يجي منه يا شباب في منا مؤنث أين، يعني عايز أقول عندي ولد واحد هقول جي أن غارسون أو أن فيس، طب عندي بنت ما ينفعش أقول أن، هستخدم أين. رقم 2 يا شباب، الأعداد المركبة اللي هي 20 إلى ما لا نهاية، بتأخذ العدد من 1 ل 9. اتفقنا ما عدا العدد 70 و90 انا بكمل من 11 ل 19، زي ما قلنا في العدد 60 بكمل من 1 ل 19. اتفقنا. بعد كده يا شباب بنستخدم اداه العطف ايه في العدد 1، يعني 21 اقول ايه 22 او احط شرطه 23 شرطه، اما العدد 31 41 51 61 71 كلهم بفصل ما بينهم يا شباب بايه، باقي الاعداد كلها بفصل تغيل هي الشرطه. اتفقنا. لو لاحظت معي هنا العدد 21 فصلت ما بينهم يا شباب بشرطه، 31 بايه يعني 31 بايه 61 بايه، اما باقي الاعداد كلها فصلت بشرطه. ده بالنسبه للجزء لنمبر الاعداد. الجزء اللي بعده يا شباب نتكلم على لجوغ دي لاسمين اللي هي كانت في الدرس الثاني في الوحده الثانيه. اتفقنا. اللي هي كانت بتاع لادات دانيفيرسير تاريخ الميلاد. ايام الاسبوع يا شباب معموله بطريقه جميله جدا. هنا ان ايجيبت، ان ايجيبت يعني في مصر، اون فرانس يعني في فرنسا، ان ايجيبت الاسبوع بيبدا بايه؟ كومونس يا شباب لو سامدي يعني بالسبت، نقول سامدي اللي هو اول يوم، لو ديمونش ثاني يوم، لو جودي لوندي الاثنين ثالث يوم، لو ماردي ميركودي جودي فوندودي. اما بالنسبه اون فرانس في فرنسا بنبدا بيوم الاثنين، فيوم الاثنين بالنسبه لي يا شباب اول يوم، اقول لو لوندي لو ماردي لو ميركودي لو جودي لو فوندودي لو سامدي لو ديمونش. في ملاحظات مهمة جدا هتيجي عندي في المواقف يا شباب ما حدش ينساها. قال لي رقم 1 اون ايجيبت يعني في مصر لا سومين كومونس لو سامدي يعني الاسبوع بيبدا بيوم السبت، اي سي تورمين بينتهي لو فوندغودي يعني الجمعة. اما بالنسبة لفوندغودي يا شباب برغم ان هو بينتهي الجمعة بس اليوم ده بعتبره يوم ايه؟ بعتبره يا شباب يوم فاكونس او ويك اند او جور دو كونجي يوم عطلة. فبيقول لي يا شباب لو فوندغودي سيت ان جور دو كونجي انه يوم عطله، او بين قوسين يا شباب كاتب لي ويك اند. اما بعكس فرنسا، فرنسا هنشوف دلوقتي يا شباب، قال لي اون فرانس يعني في فرنسا لا سومين اللي هو الاسبوع كومونس لو لوندي بيبدا بيوم الاثنين، اي سي تيرمين لو ديمونش وينتهي بيوم الاحد. بالنسبه لسامدي يا شباب وديمونش اليومين دول بالنسبه لي بسميهم سون لو جور دو كونجي اللي هي ايام العطله او الاجازه، بين قوسين يعني ويك اند. اتفقنا يا شباب؟ واضح جدا من التابلو ده انه هنا بنبدا في مصر سامدي وبننتهي فوندغودي.
في اون فرنسا يا شباب بنبدا لوندي وبننتهي ديمونش. بالنسبه فوندغودي بيبقى يوم جور دو كونجي او ويك اند. اما في فرنسا بيبقى يومين يا شباب اللي هم سامدي وديمونش. ده سؤالهم ازاي في الامتحان في السيتياسيون المواقف. اتفقنا؟ ننزل الشباب الصفحه اللي بعدها اللي هي صفحه 3. قال لي ايام الاسبوع كلها تسبق بلو، يعني ما ينفعش ايام الاسبوع احط قبلها حرف جر، او مثلا نصوم اون نو يا شباب بنبدا بلو. تبدا بلو. اقول لك مثلا اجوردوي عن النهارده نصوم لو سامدي، احنا بنكون يوم السبت. سامدي هنا سبقت بيا شباب بلو. اتفقنا؟ السؤال بسال عنها ازاي؟ بسال بكل اللي هي مسكولا مذكره. اقول لك الجور نصوم اجوردوي ايه النهارده او يوم النهارده، فانت هتقول لي اجوردوي النهارده نصوم لو سامدي. ده بالنسبه يا شباب لكوليغ الالوان لنمبغ الاعداد لجور دي لا سومين ايام الاسبوع. هوقف الفيديو يا شباب واسجل لكم فيديو تاني نبدا من شهور السنه. اوروفوار.